السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نشوف هذا المثال، مثال بسيط وسهل وخفيف ان شاء الله. زين، عندنا هذا الانترفيس، اوكي، وضفنا دلين الصور. الابلكيشن عباره عن simple application for selling and purchasing. اوكي. انزين، بدايه نبغي هذه البوتون تكون disabled، يعني اليوزر ما يقدر يسوي كليك على هذه البوتون الا لما يختار items دلين. ايش راح اسوي؟ راح اخذ هذه البوتون واقول له enabled. وين ال enabled؟ enabled equal false. اوكي، انزين، متى بغيت هذه البوتون تتفعل؟ لما اليوزر يغير في السايز، لما مثلا اليوزر يختار سايز، اوكي، راح افعل هذه البوتون. ايش راح اسوي؟ دبل كليك. اوكي، شنو اسم هذه البوتون؟ بوتون 1. اجي بوتون 1.enabled equal true. اوكي، هذه خلصنا. نشوف الشغل شنو صار. ما في ايتم، فما اقدر اضيف اي شيء في الكارت. اوكي. الحين شنو عندنا؟ عندنا جينز شوز تي شيرت. هذا الجينز، اوكي، هذا الشوز، وهذه التي شيرت. انزين، بغينا حق كل واحد من دلين نضيف اشياء محدده، يعني مثلا لما اليوزر يروح على النيم او نغيره الى تايب، هل نخليه تايب افضل؟ تايب. لما اليوزر يروح على التايب يختار الجينز، في السايز يكون السايز محدد فقط الى الجينز اللي هو 13 14 39 38 وهكذا. لما يروح على الشوز السايز يتغير، وهكذا حق كل الاشياء السايز يتغير. ولما يروح على التي شيرت هم السايز يتغير، السايز يكون ميديوم، سمول، لارج، اكس لارج، وهكذا. فبداية ايش راح نسوي؟ راح نطبق كل الموضوع بدون داتابيس، اوكي، وبعدها راح نحول الموضوع من بدون داتابيس، راح نسوي له انتجريشن وذ داتابيس. انزين، فراح نشوف ايش راح نسوي. الجينز مثلا، لو اليوزر اختار الجينز بغينا في السايز يكون شنو؟ يكون موجود مثلا من 30 الى 40، فراح اروح الى الكود وراح اسوي له كاستم ميثود. عشان شنو؟ عشان يضيف لي السايز. فراح اقول له برايفت void jeans size. ليش برايفت؟ خليته برايفت لان ما راح احتاجه الى كلاس ثاني، راح احتاجه مجرد الى هذا الكلاس. فراح اقول له شنو اسم الكامبو بوكس؟ سايز. كامبو بوكس سايز، راح اقول له كامبو بوكس، وين الكامبو بوكس؟ سايز دوت ايتمز دوت اد مثلا 30، وهكذا الى حد الاخير. بس ليش احنا نعور راسنا؟ زين، ونكتب كل واحد بالترتيب، يعني كامبو بوكس نكرره اكثر من 20 مرة. ليش؟ عندنا اختراع يسمونه شنو؟ اللوب. راح اقول له فور انتجر اندكس، او مش اندكس، راح اقول له سايز. سايز equal to zero، او لا equal to، من وين قلنا؟ من 13 الى 40، فراح اقول له size equal 30. size less than شنو؟ less than or equal to 40. size less plus. حلوين بس حتى دلين ما نحتاجهم. انزين، هذا شنو؟ هذا يعني ان هذا اللوب مجرد حق هذا اللاين. اذا كان بدون curly brackets يعني ان هذا اللوب راح ياخذ مجرد اول لاين. يعني على سبيل المثال لو كتبت تحت في هذا كامبو بوكس تايب دوت ايتمز دوت كلير او دوت كاونت، هل معناته اني راح يعطيني كل الكاونت من خلال هذا التكرار؟ يعني راح يكرر من 30 الى 40، راح يعطيني هذا الكاونت بعد؟ لا، راح ياخذ مجرد اول لاين بعد اللوب دايركت. انزين، الحين شلون راح اضيف الايتم؟ قلنا من 30 الى 40، هل راح اقول له 30 وراح يعطيني الايتمز من 30 الى 40؟ لا طبعا. فراح اقول له شنو؟ السايز.
اوكي بهذه الطريقه السايز. شو اللي صار الحين؟ هذا اللوب راح يضيف لنا ارقام من 30 الى 40، يعني 30 31 32 33 34 35 until 40، وراح يضيف لنا كل دلين الايتمز الى شنو؟ لما هذا التايب كامبو بوكس يكون شنو؟ جينز. اوكي اوكي الحين عندنا شنو؟ الشوز. نروح الى الشوز، هذا نسكره ونقول له برايفت void shoes size. مثلا نبغي الشوز سايز يكون من شنو؟ من 20 إلى 35، والله 40، وراح أقول له for integer size. والله نسويه بالوايل لوب، وراح أقول له integer size equal 20. well size less than or equal شنو؟ إلى حد الـ 40. إنزين، فالحين إيش راح أقول له؟ راح أقول له combo box dot size dot items dot add شنو؟ size semicolon. حلوين، ضفنا size. إيش راح أقول له؟ حالياً راح يعطيني error. ليش؟ لأن هذه الأندكس راح توقف، السايز راح يوقف عند الـ 20، ما راح يكون increment. فعشان يكون increment شو راح أقول له؟ راح أقول له size plus plus، وانتهينا من shoes size. أوكي أوكي، نروح إلى شنو الحين؟ التيشيرت. زين، بغينا نضيف التيشيرت sizes، راح أقول له private void t-shirt sizes t-shirt sizes. انزين، هذه شلون نضيفها؟ راح نكرر الموضوع، راح اقول لك combo box size dot items dot add. لو قلنا add range نقدر نضيف له loop array. زين، مثلا string sizes او shirt sizes equal new string. شنو يمكن عندنا؟ small medium large x large xx large 5، نقول له 5. هون نمسح هذا، نقول له شنو؟ small okay small large okay medium x large double x large okay. بس دلين الايتم كفاية. زين، اذا رانش راح اقول له راح اضيف هذا الاري راح اخليه كامل في الدرانج، راح اقول له شيرت سايزز، انتهى الموضوع. اللي صار ضفنا الايتمز. وفي طريقه ثانيه، الطريقه الثانيه شنو؟ اقول له كامبو بوكس دوت سايز دوت ايتمز دوت اد، واضيف له شنو؟ واحد واحد 1 باي 1، راح اقول له سمول، هذه سمول، وبعد راح اخذ هذا واقول له كوبي بيست 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 الى حد الايتم اللي بغيتهم، وغير شنو؟ غير القيم اللي هم الفاليو، غير الفاليو الى لارج ميديوم اكس اكس ال لارج. اوكي اوكي، حاليا خلنا على اد رانج، اسهل واسرع. انزين، الحين لو شغلت الابلكيشن هل راح يعطيني سايز؟ طبعا لا. ليش؟ لاني ما اعطيته اي شيء في التايب. انزين، الحين عندنا جينز شوز وتي شيرت، شلون نضيفهم؟ راح اروح الى اللود ايفنت، وراح اقول له كامبو بوكس تايب دوت ايتمز دوت اد برانج، نخليها برانج او لا
خليها سنجل 1 باي 1. وراح اقول له جينز، هذا الايتم الاول اللي عندنا في الـ في الابلكيشن كامبو بوكس تايب دوت ايتمز دوت اد. شنو الثاني؟ الثاني شوز، راح اقول له شوز. شنو الثالث؟ كامبو بوكس تايبس دوت ايتمز دوت اد. شنو؟ ال تي شيرت. اوكي، ار وي جود تو جو؟ ليتس تشيك ستارت نشوف في ايتمز. طبعا جينز شوز تي شيرت. انزين الحين شو اللي ابغى اسوي؟ لما اختار الجينز ابغى السايز مال الجينز يكون موجود في هذا الكامبو بوكس، ولما اختار الشوز ابغى كل السايزات اللي حق الشوز موجودين في وين؟ في السايز. شلون اسوي هذه الشغله؟ اروح الى التايب، اقول له دبل كليك كامبو بوكس تايب سيلكتد اند اكسشينج. اوكي اوكي، واقول له كامبو بوكس تايب دوت سيلكتد ايتم، لحظه سوري، اف كامبو بوكس تايب دوت سيلكتد ايتم دوت تو سترينج زين equal شنو هذا الاسم الجينز، كوبي بيست. جينز شنو اقول له؟ لما selected item يعني لما اليوزر يوصل الى هذا الكامبو بوكس ويفتح هذا الكامبو بوكس ويختار الجينز راح يسوي؟ بغيتك يا طويل العمر تضيف لي الجينز سايز private void gene size. فش راح اسوي؟ راح اسوي call الى الميثود في هذا الستيتمنت، فراح اقول له gene size. انتهى الموضوع، هذا الاول انتهينا منه. فراح اقول له else if combo box type dot selected item dot to string equal شنو shoes copy list. لما الكامبو بوكس يتغير الايتم حقه ويصير على الشوز، يعني اليوزر يبي الشوز، ايش راح يسوي؟ بغيت يضيف شنو الشوز سايز، فراح اقول له شوز سايز else. ليش else راح يكون الى التيشيرت. فهل اني مضطر احدد الى البروجرام if combo box type selected item dot toString equal t-shirt؟ لا، ليش؟ لأن ما عندي إلا two option، الجينز والشوز، والثالث اللي هو t-shirt. فلما اليوزر اختار الجينز راح يخلي لي الجينز سايز، ولما الشوز راح يخلي لي الشوز سايز، فمعناته الايتم الثالث راح يكون t-shirt، وراح اخليه في else، وراح استدعي شنو t-shirt size method، وراح اقول له t-shirt. اوكي راح تي شيرت سايزز. الحين نشوف شنو اللي صار. حاليا نو ايتمز جينز. ها شفت شلون؟ هذه الطريقه تي شوز، ثلين الشوز كل السايزز موجودين. زين مثلا قلت تي شيرت، استعملنا شنو في تي شيرت؟ تي شيرت سايزز، استعملنا ايديد رانج. نشوف هل راح يعطينا مثل اللي بغينا ولا لا. نشوف تي شيرت، لا. اوكي ضاف الايتمز. اوكي نسينا شغله. شو اللي نسيناه؟ اقول له ترمينيت. زين اروح للجينز، اقول له شنو كامبو بوكس سايز دوت ايتمز دوت كلير. ليش؟ راح امسح كل الاشياء الموجودين، بعدها راح اضيف السايزز. والثاني نروح للثاني زين، واقول له كامبو بوكس دوت كلير، واروح للي بعده اللي هو التي شيرت سايزز واقول له دوت كلير. والحين اقول له ستارت التايب جينز 30 to 40، حلوين. شوز 20 to 40 بدون ما اضاف شنو
السايزز حق إش الجينز. التي شيرت سمول لارج ميديوم اكس لارج اكس اكس لارج بيرفكت. شوف شلون لما اخترت ايتم من هذا البوكس ايش اللي صار، ضبط لي هذا. اوكي اوكي انزين. الحين مثلا لو اليوزر اختار جينز انزين واختار مثلا 30، بغيت السايز يكون ثابت، خلنا نخلي سايز ثابت الى ذلين كلهم، بعدين في الداتا بس نشوف شلون نغيره. مثلا لو اليوزر اختار جينز بغيت البرايس يكون 1.5، فش راح اسوي؟ بسيطة، شلون راح اشبك هذا البرايس بهذا الكامبو بوكس، شلون راح اسوي كونكت؟ يعني لما اليوزر يختار اي ايتم من هذه الليست ايش راح يصير؟ directly the price will be appear on this label. How can I do that؟ اقول له terminate، اروح الى هذا البوكس double click في دلين صح؟ اوكي انزل تحت اقول له، او ما يحتاج انزل تحت بعد، اروح الى هذا الستيتمنت زين وراح اقول له price label dot text equal 1.5 bd bd والله اقول له شنو dot to string c. هو already text، فشلون راح احول text الى string، يعني string الى string، وراح اقول له مجرد 1.5 bd مثلا زين. ولما مثلا يكون شوز بغيت كل البرايسز حق الشوز يكونون price label dot text equal شنو 2.5 bd. الجينز رخيص عندنا في الابليكيشن، نخلي 8 bd. ومثلا لما يكون تي شيرت زين، لما يكون تي شيرت راح اقول البرايس ليبل برايس ليبل دوت تكست ايكوال 3 bd سيمي كولوم، اقول له ستارت. الحين شو اللي تغير؟ لما اليوزر يختار اي ايتم من الموجودين دلين البرايس راح يكون اوكي موجود، والسايز بعد راح يكون موجود. حاليا هذا الابليكيشن مش موجود ولا سايز ولا برايس. لما اختار ايتم اللي صار اعطاني البرايس زين، وش اللي صار؟ السايزز اعطاني السايزز. لما اغير الايتم الشوز شو اللي صار؟ تغير البرايس. وش اللي صار بعد؟ تغير السايز. ولما اختار تي شيرت شو اللي بيصير؟ تغير السايز سمول لارج ميديوم اكس لارج اكس اكس لارج، وشنو؟ تغير البرايس. الحين شو اللي صار؟ شو اللي عرفناه من هذا الموضوع؟ عرفنا نربط هذا البوكس بهذا البوكس، عرفنا نربط هذا البوكس بالبرايس، وعرفنا شنو بعد؟ نربط هذا البوكس بهذه البوتون. يعني اذا اليوزر ما اختار ولا ايتم من هذا الكامبو بوكس راح يصير ما راح يفعل هذه البوتون انزين. فلما اليوزر يختار مثلا سمول راح يصير راح يفعل هذه البوتون. اوكي انزين. الحين عندنا شغلة بعد، ايش راح نسوي لما اليوزر يغير الايتم؟ مثلا يختار جينز بغيت الصورة تكون جينز، مثلا لما يختار شوز بغيت الصورة تكون شوز، شلون راح اسوي هذه الطريقة؟ احنا وين خلينا الستيتمنت حق السايزز؟ في الكامبو بوكس هذا، ربطنا هذا بهذا وربطنا هذا بهذا، فراح اقول له دبل كليك وعلى هذا زين. لما اليوزر يختار في الكامبو بوكس جينز بغيت الصورة تكون شنو؟ جينز، راح اقول له بيكتشر بوكس دوت امج ايكوال، من وين راح اجيب الصورة؟ الصورة موجودة عندي في وين؟ في الريسورس فايل، هذا الفايل انزين. شلون اسوي اكسس لهذا الفايل؟ راح اقول له ايكوال بروبرتيز دوت شنو؟ وين موجودة الصورة؟ في الريسورسز، راح اقول له ريسورسز دوت شنو؟ الجينز، جينز 1 امج، وين موجود هذا الاسم؟ هذا هو. اوكي
حلوين. كوبي بيست، اغير الصوره الى شنو؟ شوز، شوز 1. واروح الى هذا واقول له picturebooks.image=properties.resources. شنو؟ تي شيرت سيميكولون. الحين شو اللي صار؟ نشوف الحين. الحين اللي صار لما غير هذا الايتم ايش راح يصير؟ راح يغير هذه الصوره وراح يضيف لي السايز في هذا البوكس، وراح يعطيني بعد شنو؟ البرايس في هذا البوكس. نشوف نشوف جينز جينز، غير البرايس، ضاف لي شنو؟ السايز. ممتاز. الحين لما اقول له شوز المفترض شي يصير؟ يغير هذه الامج ويغير البرايس ويضيف السايز. شوز اعطاني شوز، غير البرايس واعطاني السايز. لما اقول له تي شيرت اعطاني تي شيرت، غير البرايس اعطاني السايز. اوكي اوكي. الحين شو اللي بغينا؟ بغيت اقول له لما اقول له edit to cart او add to cart، زين لما اقول له دبل كليك، بغيت اضيف لي الايتم والسايز في هذا البوكس. اوكي، وبغيت شنو؟ يضيف لي هذا البرايس في هذا البرايس في كامبو بوكس. ايش راح اقول له؟ راح اروح الى الاد تو كارت. هل يحتاج اني اشوف ذلين من يعني كلهم؟ يعني اشوف هذا اذا اليوزر اختار ايتم من هذا، واشوف اذا اليوزر اختار ايتم من هذا او لا. ما يحتاج. ليش؟ اولا لان السايز يعتمد على هذا، فما يحتاج اقول له سوي لي فاليديشن حق هذا البوكس، لان لو ما في سايز اليوزر ما يقدر شنو يروح للاد تو كارت. فاللي بسوي له فاليديشن مجرد السايز بوكس، وبعدين راح اضيف الايتم في البرودكت اللي هو الاسم والسايز، وراح اضيف البرايس، وراح اقول له اد تو كارت، وراح اقول له نستخدم تراي كاتش، والله اف الس خلنا نستخدم اف الس. راح اقول له اف كامبو بوكس تايب دوت selected item equal equal null، زين راح تقول له message box dot show please select a size of product to proceed this dot text message box buttons dot okay messagebox.icon.warning semicolon. حلوين حلوين. شو اللي صار؟ قلت له اذا اليوزر ما اختار اي ايتم في هذا البوكس، زين شو اللي يصير؟ بغيت مسج الى اليوزر، يعني كتنبيه الى اليوزر انه لازم شنو يختار السايز عشان يكمل الترانزاكشن. سوري كامبو بوكس سايز. زين الحين شو اللي صار؟ احنا شو اللي سوينا؟ ربطنا هذه البوتون بشنو؟ بهذا الكامبو بوكس. يعني لما اليوزر ما يختار او ما في اي ايتم محدد في هذا الكامبو بوكس راح يصير add to cart ما في، يعني ممنوع على اليوزر يضيف اي ايتم اذا ما اختار اي ايتمز من هذا الكامبو بوكس. زين else راح اقول له بس مثال، الحين خلينا نشوف مثال. راح اقول له else، زين اقول له start مثلا على سبيل المثال. الحين انا اخترت هذا، زين ما اخترت ولا شيء في هذا البوكس، add to cart ممنوع. اخترت هذا add to cart موجوده، else ايش راح اقول له؟ البرودكت، راح اقول له برودكت كامبو بوكس سوري ليست بوكس نيم دوت ايتمز دوت اد. ايش راح اضيف؟ راح اضيف الاسم
والسايز. شلون اجيب الاسم والسايز؟ راح اقول لك كامبو بوكس تايب دوت سيلكتد ايتم بلاس، اقول له مسافه بلاس كامبو بوكس سايز دوت سيلكتد ايتم سيمي كولون. اوكي اقول له ستارت، نشوف الحين يضيف الايتم ولا لا. هذا بغينا شوز، بغينا سايز 20، add to cart شوز 20. زين بغينا الحين شنو؟ يضيف البرايس. شلون راح اضيف البرايس؟ هذا راح اقول له من البداية اذا if selected item equal shoes price equal 2.5، if selected item equal jeans price 8. اقدر اسوي هذه الطريقة، ولكن راح اقول له double راح اقول price list combo box price dot items dot add double dot pairs شنو price label dot text. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع. يعني ايش راح يسوي لما اقول له add to cart؟ راح ياخذ هذا الايتم اللي سوينا له select وهذا السايز اللي سوينا له select، وراح يسوي شنو يسوي؟ راح يسوي برس الى هذا الايتم، يعني راح يستخرج القيم اللي من نوع دبل من هذا الليبل وراح يضيفهم في هذا البرايس ليست بوكس. فلما اقول له start اختار item اختار size، المفترض انه يضيف هذا البرايس في هذا الليست بوكس. add to cart error. ليش الايرور؟ system format exception input was not incorrect format. انزين شلون اسوي حل الى هذا الموضوع؟ اقول له terminate اخذ هذا الليبل وهذا الليبل copy paste صغر هذا شوي. انزين واقول له text bhd. اوكي اروح الى الفورم وامسح البي دي. اقول له ستارت، نشوف الحين تايب جينز 8 بي دي اوكي 2.5 3.3 اوكي سمول اد تو كارت 3. مثلا بغيت بعد لارج add to cart، مثلا بغيت الجينز add to cart please select size of a product to proceed. ليش؟ لان اللارج كان في لارج، لا كان عندنا ارقام، فش اللي صار؟ غير الايتم الارقام. مثلا بغيت 38 add to cart price 8 38. انزين الحين لما اقول لك clear اللي بغيت يصير؟ لما اقول لك clear بغيت يحذف هذا البرايس ويحذف هذا الايتم وهذا الايتم، مش كل الايتم بس اللي سوينا له select. يعني وراح اقول له terminate form clear double click price label dot text equal empty combo box size dot items dot clear. راح امسح السايزز وراح اقول له combo box type dot selected and selected item equal null. اللي صار قلت له احذف لي كل السايزات الموجودين واحذف لي البرايس ليبل والسلكتد ايتم اللي موجود في هذا بس احذفه، يعني لا تحذف لي الايتم اللي مخزنين داخل، يعني لا تحذف دلين الايتم، احذف مجرد الايتم اللي سوينا له select. اقول له start واشوف شنو result. التايب بغيت jeans 13 add to cart اوكي clear. لما اقول له clear راح يحذف هذا selected، يعني هذا selected value، الحين راح يحذف selected value only، يعني ما راح يحذف دلين الايتم الموجودين داخل، ولكن في هذا الكامبو بوكس راح يحذف كل الايتم الموجودين. فراح اقول له clear. اللي صار
again. Jeans clear error. Object reference not set in instance of an object. شو اللي سويناه غلط؟ خلني أعكس هذا ال statement. Continue. لحظة نشوف. Type jeans size clear. بعد مثل المشكلة. أو شو نسوي؟ price label dot text. نجرب على price label dot text. Stop. Start again. And then G shoes. Clear. Okay. Label تمام. الحين بغينا الكامبو بوكس. Size كامبو بوكس. راح أقول لك كامبو بوكس. Type. Sorry. Size. Size dot selected. Combo box size dot selected item equal null. أشوف الحين no items shoes 20 add to cart clear. Okay, perfect. حلوين. إنزين الحين شو اللي سوينا؟ ربطنا هذا البوكس بهذا البوكس، وربطنا هذا البوكس بهذا البوتون، وربطنا هذا البوتون بهذا الليست بوكس وهذا الليست بوكس، وربطنا هذا البوتون بهذا الليبل وهذا الكامبو بوكس. إنزين شو نسوي؟ الكلير تمام. Proceed to payment. شو اللي أبغى يسوي في هذه؟ يحسب لي كل prices ويعطيني السب توتال والفات 5% of the total price as well as the total cost. انزين شلون راح اسوي هذا الموضوع؟ راح اقول له terminate proceed to payment double click. ايش راح نسوي؟ راح نربط هذه الفورم بهذه البوتون double click. راح اقول له if list box price dot items dot count equal equal zero. راح أقول له message box dot show there is no items added to the cart to proceed or to close or to pay the cost or to close the transaction to close the transaction. A title this dot text message box dot show message box button dot okay message box icon dot error semicolon this dot text. ايش راح تسوي؟ راح تعطيني هذا التايتل، يعني التكست اللي كتبته في هذا المكان اللي هو عنوان الفورم راح يعطيني اياه في وين؟ في المسج بوكس دوت شو. انزين إذا كان item equal to zero راح يعطيني message. Else شو راح يسوي؟ Else بغيته يحسب لي total price والVAT والsubtotal. Else إيش راح أقول له؟ راح أقول له for each var cd أو item in list box price dot items. انزين اللي بغيت دبل توتال برايس ايكوال زيرو توتال برايس لا سب توتال ايكوال زيرو. فراح اقول له سب توتال بلاس ايكوال ليست بوكس برايس دوت items dot items of شنو شلون اسوي له access item بسيطة. اقول له integer index equal zero
وانزل تحت اقول and x and x plus plus زين اقول له and x error اقول له convert dot to double اما convert to double او double dot parse من زين نجرب هذا المثال الحين نشوف subtotal label dot text equal subtotal start مثلا الحين نقول له proceed to payment there is no item انزين add to item proceed to payment 2.5 مثلا بغيت بعد هذا bad item 2.5 proceed to payment 5 حلوين t-shirt medium add to cart proceed to payment 8 2.5 5 plus 3 8 okay well done هذا total الحين بغينا ال VAT 5 percentage ايش راح اقول له راح اقول له اقدر شنو احسب هذه القيمه في فاريبل والله شو اسوي دايركت في ليبل وراح اقول له that label dot text equal subtotal multiply by 0.05 dot او blast double quotation start type add items size add to cart proceed to payment okay well done 5 let's see calculator 5 multiply by 5 percentage equal what 5 multiply by 5 percentage 5 multiply by 5 divided by 100 0.25 okay correct clear remove items want to delete those items and then the total cost شلون احسب التوتال كوست اما في variable والله direct مثل اللي سويناه في الفات label فراح اقول له total label dot text equal subtotal plus شنو that label sorry oh shit شو اللي صار الفات لازم اخليه في شنو في variable والله شو اسوي اطول المسألة شوي واقول له total label dot text equal subtotal then multiply by 0.05 راح plus شنو plus subtotal again plus double quotation or empty string شو اللي صار الحين هذا راح يعطيني قيمة الضريبة المضافة القيمة المضافة أو الضريبة subtotal 5% من السعر الكلي وهذا راح يعطيني السعر الأساسي فراح يضيف السعر الأساسي بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة راح يصير عندنا شنو total price أو total cost أقول له start type jeans size add to cart proceed to payment 5 0.25 5.25 زين remove items خلنا نسوي له شنو remove selected items و remove items زين راح اخذ هذه هاي remove items راح تحذف كل الاشياء الموجودة في البوكسين وراح اقول له بوتن بعد حق شنو تحذف ايتم محدد زين فراح اربط هذه بالسلكتد ايتم راح اربط هذه دو وهذا يعني دلين البوكسين اثنينهم فالريموف ايتمز
اوكي هذا ريموف او بس ريموف، بس ريموف، انا خلي بس ريموف. ريموف ايتمز دبل كليك، ليست بوكس نيم دوت ايتمز دوت كلير، ليست بوكس برايس دوت ايتمز دوت كلير. واذا بغينا فاليديشن ايش راح اسوي له؟ راح اقول له اف ليست بوكس نيم دوت ايتمز دوت كاونت ايكوال ايكوال زيرو. message box dot show there is no items to remove semicolon else راح يسوي، راح يحذف الايتم الموجودين في list box name list box price. روح للفورم remove راح اقول له دبل كليك if list box price dot items dot count equal equal zero مثل الموضوع no item to remove there is no items to remove else راح اقول له if list box name dot selected index not equal null or list box price dot selected index not equal null then what will happen? List box name list box name dot items dot remove at you know list box name dot items sorry dot selected index. وباخذ هذا واقول له كوبي، اقول له بيست list box price dot remove at list box selected index. ليش مثل الاندكس؟ لان لما اضيف الايتم التايب راح يكون هذا التايب وهذا البرايس حق هذا التايب، فراح فكانهم في مثل اللاين. فلما اسوي سلكت لهذا واقول له ريموف راح يحذف هذا وهذا، لما اسوي سلكت لهذا راح يحذف هذا وهذا. اوكي زين if list box name dot selected index not equal null هذا not equal null otherwise what will happen else message box dot show please select item to remove اقول له start واشوف شلون الابليكيشن type jeans okay add to cart okay perfect proceed to payment مفروض calculate بس proceed to payment انزين بعد item okay 14 okay مثلا هذا remove شو اللي صار okay plus 1 continue هذا remove اوكي ايش راح اسوي؟ راح اروح الى هذا البرايس ليست بوكس راح اقول له طويل العمر enabled equal false. ليش؟ عشان اخلي اليوزر يسوي سلكت من مكان واحد فقط. زين وين ال enabled 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 enable equal false زين وروح اعدل الكود واقول له if name select an index not equal null okay first delete from the price
first delete from the price. Later take list box, then delete from name list box start. Type jeans size, okay, add to cart, add, okay. Set to payment 42 to 14, okay. Remove this item, remove, okay. Okay. Remove items, there is no items added to the cart to close the transaction. Okay. مفروض لما اقول له remove items لين يتصفرون كلهم 0000 او no items. Remove items. Subtotal label dot text equal 0 او no items. That label.text equal no items. Subtotal label.text equal that label.text نجرب equal subtotal text نجرب هذا المثال نجرب هذه الطريقة. زين اقول له start type okay add okay seed okay remove items there is no items to remove total cost subtotal okay total label dot text start زين type jeans okay add to cart add okay proceed to payment 26 remove items holy shit شو اللي صار الحين okay امسح هذا زين the text equal no items الحين زين jeans okay add okay proceed to payment حلوين remove items ممتاز remove there is no item remove there is no item clear okay clear ما في شيء ممتاز add to cart please select the size of product to proceed select the size okay proceed remove and then خنسوي شنو نسوي simple form تعطينا order confirmation راح اروح الى Solution Explorer, add new item, form, order, confirmation, confirmation. Okay, group box. علي في image summary picture box هذه حق الايتم picture box okay شنو نسوي الموديفاير وين الموديفاير نغير الموديفاير الى public ليش عشان اقدر اسوي له اكسس من هذه الفورم
زين هذه البيكتشر بوكس والليبل، بغيت الليبل اخذهم كوبي كوبي. ما بغينا كل ذلين، ناخذ بس الاوردر سمري هذا ولا كوبي. زين كونفيرميشن بس. زين اوكي سب توتال. اوكي بس راح اغير الموديفاير الى بابليك موديفايرز بابليك. اوكي وهذا بابليك. اوكي بغيت بوتون كوبي. زين هذه البوتون كوبي بيست، خلي واحدة اكزت وواحدة شنو كونفيرم ذا اوردر والثانية اكزت. اوه اكزت. اوكي proceed to payment. أو راح نخليها calculate، هذه calculate. راح نضيف button هذه المكان إلى confirm the order. زين في هذه confirm the order راح أقول لك confirmation equal order sorry confirmation order confirmation equal new confirmation. هذا سويت object من شنو؟ سويت object من هذا الكلاس او هذه الفورم. زين شو اللي بغيت؟ بغيت ان اليوزر لما يسوي كليك على ال confirm the order ال items دلين subtotal total وال VAT هذي ال image يكونون وين موجودين؟ في هذي الفورم. زين راح اقول له order confirmation dot، شوف شلون بس قلت له dot اعطاني total label، راح اقول له equal total label dot text order confirmation dot sorry dot text order label dot subtotal equal subtotal dot text order confirmation dot that label dot text equal that label dot text dot text. okay شنو بعد؟ ال image order confirmation dot picture box dot image equal picture box dot image. شو اللي صار؟ قلت له ان هذا الموديفايرز او الكنترولز اللي في confirmation form كانوا شنو؟ كانوا private، فاحنا شنو سويناهم؟ سويناهم public، واحنا نعرف ان ال method والattribute accessibility تقسم الى شنو؟ الى ثلاث انواع، اما private اما public او اما شنو؟ protected. زين فلما اغيره الى من private الى public ايش راح يصير؟ راح يكون لي الاكسس من وين؟ باستخدام الاوبجكت. فهذا الاوبجكت زين واستخدمنا الاوبجكت عشان نسوي شنو؟ اكسس الى الكنترول اللي موجودين في الكونفيرميشن اوردر الفورم.
له هذا وهذا وهذا وهذا. انزين الحين دلين راحة، وش راح اقول له؟ راح اقول له order confirmation dot show dot show dialog. ليش show dialog؟ show dialog يعني لما اقول له show dialog، اي كود من بعد هذا اللاين ممنوع يصير له شنو؟ execute. يعني اي كود من بعد هذا اللاين راح يكون مجرد ضياع للمساحة. فلما اقول له start، زين اختار مثلا add to cart calculate اوكي confirm the order، اعطاني شنو؟ شو اللي صار؟ اخذ هذه الصورة خلاها لي في هذه الفورم، واخذ البرايس سكيل هم خلاهم لي في هذه الفورم. زين وين الاكزيت؟ اكزيت ابليكيشن دوت اكزيت عشان يفصل البروجرام كامل. زين والكونفيرم ذا اوردر راح اقول له var msj equal message box dot show are you sure to confirm the order. العنوان order confirmation message box button dot yes no and message box icons dot information semicolon. اوكي انزين if msg equal equal dialog result dot yes that mean the user want to confirm the order. Otherwise, else that mean the user reject the order. Then, if a message dialog equal yes, okay, then message box dot show. Thank you for purchasing from us. Sales application. Message box buttons dot okay. Message box icon dot information. Semicolon. Okay. Start and خلينا نشوف. زين هذا الابليكيشن تايب شوز 24 اد تو كارت، وبغيت تي شيرت ميديوم اد تو كارت كالكوليت 5.5 بات 0.275 توتال كوست 5.775 اوكي كونفيرم ذا اوردر. كونفيرم ذا اوردر ار يو شور تو كونفيرم ذا اوردر. Yep. Okay. Thank you for purchasing from us. Okay. That's it. ونشوف شنو نقدر نسوي إن شاء الله. ممكن نحاول إن نحول هذا الابليكيشن من application من simple application إلى application integrated with the database. ونشوفكم إن شاء الله في أيام مقبلة. أتمنى لكم التوفيق ومع السلامة.